حافظوا على صحتكم، كلوا اكل صحي، وفروا زيت وكمان غاز، خصم 15% يا جماعه. قلتولي احنا عايزين الاير فراير نشوفها من اول ما تطلع من العلبه بتاعتها او الكرتونه لحد ما نعرف نسوي فيها ونسوي فيها ازاي. انا النهارده هعمل لكم ريفيو كامل من اول لما هنفتح العلبه لحد بقى ما نشوف احنا هنسوي فيها ايه وايه مميزاتها، عيوبها، تتعاملي معاها ازاي، ايه احسن الانواع اللي ممكن تشتريها، كل ده هتعرفوه معايا في فيديو النهارده. طب معايا الفيديو للاخر ويلا بينا. انا متعوده ان انا لما اجي افكر ان انا اشتري اي اجهزه عندي، بس اجهزه دايمه، يعني هشتريها مره واحده بس، اقعد اتفرج على ريفيوهات كتير، اقعد اقرا ايه مميزاتها وايه عيوبها. اسعارها طبعا بتفرق معايا، بس خلي بالك ما تسترخصيش، لان اللي بيسترخص يا جماعه في الاخر بتبوظ منه، فبيضطر يروح للصيانه يصلحها. وغير كده وكده كمان لازم تخلي بالكم ان لازم يبقى ليها اماكن للصيانه لا قدر الله لو حصل حاجه. طيب بعد ما قعدت يا نشوى تقري كتير وتتفرجي على ريفيوهات كتير لناس كتير عملت على القلايه الهوائيه او الاير فراير، هقول لكم وصلت لايه. وصلت ان بلاك اند ديكر هي افضل انواع القلايات. في طبعا انواع كتير حلوه قوي، بس دي تعتبر افضل انواع القلايات من حيث سعرها مناسب. تاني حاجه لقيتها ان ليها مراكز صيانه كتير ومتاحه، وهو دوت كمان اللي فرق معايا جدا جدا. طيب اجيب الساعه قد ايه؟ دي بقى انتي وامكانياتك. يعني انا مثلا جبت الساعة اللي هي 5 لتر و8 AF700 1700 وات. طيب اول لما بتطلعيها من الكرتونة بتبقى معاكي بالشكل ده، طبعا هي ديجيتال يعني كلها تاتش. هنبتدي دلوقتي ان احنا نتعرف عليها ونعرف بقى انتي بتفتحيها ازاي، بنعمل فيها ايه، الديجيتال بتاعها دوت بيشتغل ازاي. بقول لكم ايه، انا اتكلم كتير ليه، ما تيجي نشوف. انا جايباها من جروب، الجروب دوت وارد كله من الامارات، هقول لكم كل تفاصيل الجروب واسم الجروب ايه، وكمان هقول لكم الخصم اللي اتعمل علشان مطبخ نشوه للاير فراير دي. وارد من الامارات يعني بتيجي الفيشه بتاعتها بالشكل ده. طبعا انت بتجيبي لها مشترك، ولازم المشترك اللي تشتريه يكون حاجه كده نوعها كويس، بيبقى معاها كتالوج زي ده دوت. ما تهمليش الكتالوج وترميه وتقولي ملهوش لازمه، لان هو دوت اللي هيعرفك على كل حاجه فيها، مترجم بالانجليش والفرنش وكمان باللغه العربيه. مالناش دعوه بالانجليش والفرنش، خلينا في اللغه العربيه. تعالوا نشوف بقى بتتفتح ازاي وايه اللي موجود فيها، وكمان هوريكم بتسوي ايه ودرجه الحراره ازاي. اول ما بنوصلها بالباور او بالكهرباء، زرار الباور اللي معانا دوت بيبقى لونه احمر، تدوسي عليه تكه كده بسيطه بتبقى ايه الشاشه بتاعتنا الديجيتال كلها بتنور. طب الشاشه الديجيتال ديت فيها ايه؟ اول حاجه هنا فيها التايم، يعني ممكن ان احنا نزود نقلل او نزود التايم زي ما احنا عايزين. فيها ايه كمان؟ فيها درجه الحراره، درجه الحراره بتختاري زي ما انت عايزه، 185 180، تقللي تكتري زي ما تحبي لحد لما توصلي لدرجة حرارة 200، ودي اعلى حاجة فيها. طيب ايه تاني فيها؟ فيها المروحة، المروحة دي لازم تبقى شغالة اول لما بتدوسي درجة الحرارة، وان هي هتبتدي تشتغل او هتستوي، يعني دلوقتي حالا هي شغالة معايا. طب ايه هو المود ده يا جماعة؟ اللي هو ده بتدوسي عليه كده اهو، المود ده اول لما الزرار دوت بينور معاكي بتبتدي تختاري انت النهاردة هتسوي ايه. مثلا فيها ان احنا ممكن نعمل كيك، هنعمل جمبري، مخبوزات، ممكن هنا كمان نعمل فراخ، ممكن نسوي لحمة، ممكن نقلي سمكة. لما تيجي تقفليها تدوسي ضغطة كبيرة كده هتعمل اوف، وبعدين هتروح قافلة على طول. تعالوا نفتح الدرج مع بعض. الدرج بصوا في حاجة زي فبر هنا كده، بتدوسي عليها تضغطي عليها ضغطة حلوة كده لإيه؟ لقدام كده اهو، حتى هو عمل لك السهم لقدام، وبعدين تروحي ايه سحبه الدرج. احنا علشان القلايه بتاعتنا اللهم بارك حجمها كبير، فبتشيل حاجات كتيره، وهو ده اللي انا بقول لك عليه. لما تيجي تشتري اشتري الحاجات لو انتوا اسره كبيره او عيله كبيره، الحاجه اللي هتكفيكوا كلها بحيث ان انت تعملي فيها كميات كبيره. طيب جوه الدرج ده بتلاقي الشبكه، الشبكه ديت بتتفصل طبعا، لان ديت اللي بنحط فيها الاكل او بنسوي فيها الاكل. وعلشان احنا نخلي الشبكه بتاعتنا ديت دايما نظيفه بنستخدم ورق الزبده
مثلا ممكن رول عادي او المخصص ليها اللي انا هوريكه لكم دلوقتي حالا واحنا بنسوي فيها وبنجربها. لو هتلاحظوا معايا فيه هنا زرار، الزرار دوت هتبتدي ان انت اول ما تضغطي عليه كده اهو هيروح فاصل الشبكه ديت وتبتدي ان انت تغسليها. في طرق كتير لتنظيفها يا جماعه، منها ان هما بيقولوا لك ممكن تضيفيها في غساله الاطباق، بس الفكره ديت انا ما برجحهاش خالص، لان مع الوقت بتبتدي غساله الاطباق تسحب الماده اللي بتبقى عليها اللي هي الماده العازله دي مع الاستخدام الكتير. لكن احنا ممكن ننظفها تنظيف عادي جدا، شويه ميه سخنه شويه كربوناتو. من جوه بتبقى مساحتها بالشكل ده، بيبقى فيها الهيتر من فوق اللي هو توزيع السخونية او درجة الحرارة. كمان هي مزودة بمروحة، والمروحة دي يا جماعة مهمة جدا جدا. طول ما الحلة دي برة الباور بتاعنا بيبقى فاصل، يعني بصوا كده بمجرد ان انا دخل الحلة تاني الباور بيشتغل على طول، وده نظام امان فيها. علشان تحافظوا عليها دايما اشتروا لها اللي هي الورق الزبده اللي هو اللي انتوا شايفينه معايا ده. ده في منه مقاسات كتير على حسب الحله بتاعتكم، في منه مدور في منه مستطيل زي ما انتوا شايفين معايا كده. ده تقدروا هنجرب فيها الفراخ البانيه اللي انتوا شايفينها معايا ديت، بضيفها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا دول كمية بسيطة، يعني ممكن تشيل اكتر من كده علشان تاخدي طعم افضل. رشة زيت كده بسيطة، معلقة زيت مش هتقول لا، رشة بسيطة من الزيت. ونروح مشغلين، ندوس الاول اللي هو الباور المود، نسويها على درجة حرارة 200. لا ده كتير قوي، خلينا نقلل درجة الحرارة. بيقول لي 14 دقيقة، هقول له ماشي خلينا 10 دقايق بس كفاية. ده منظرها بعد السبع دقايق، هنبتدي ان احنا نقلبها كده تقليبة كده. هي خلصت تمام وبتدينا ان هي تمام، بتدينا 3 صفارات زي ما انتوا شايفين معايا كده. افتح عليها اللهم بارك، شايفين بقى اللون الجمال ده، لون اللهم بارك ما شاء الله، صحية جدا جدا برشة زيت واحدة بس. بصوا كمان القرمشة، شوية بطاطس حلوين اهم. اهم حاجة البطاطس هنا ما تبقاش كلها فوق بعضها، يعني تبقى متوزعة زي ما انتوا شايفين معايا كده. رشة زيت واحدة بس، البطاطس سويتها على درجة حرارة 215 دقيقة. اللهم بارك، حاجة كده ايه اخر روقان، محتاجة بقى ان هي ايه تتقلب تقليبة كده بسيطة. شايفين شايفين عاملة ازاي اخده لون. رشة الزيت دي يا جماعة بتفرق جدا، خلي بالكم علشان يبقى طعمها زي اللي احنا بنقليها في الزيت بالظبط لازم ترشي رشة زيت. شايفين اللون، لون حلو جدا، طعمه فوق الرائع. خدت خصم 15% على السعر اللي انتوا بتشوفوه في كل الاسواق، هتلاقوه بس في جروب واحد بس، هو جروب مدام شيماء باسم جروب كنوز المطبخ الاماراتي. كله وارد من الامارات، هي عامله الخصم دوت لمتابعين مطبخ نشوه بس، يعني لما هتتصلوا بيها هتديكوا القلايه الاير فراير بلاك اند ديكر بالسعه اللي احنا قلنا عليها 5.8 لتر 1700 وات بسعر عليه خصم 15% يا جماعه. حافظوا على صحتكم، كلوا اكل صحي، وفروا زيت وكمان غاز مع القلايه الهوائيه او الاير فراير من بلاك اند ديكر. كمان هسيب لكم لينك الجروب وهسيب لكم ارقام التليفونات اللي تقدروا تتواصلوا معاها مع مدام شيماء صاحبه جروب كنوز المطبخ الاماراتي. انا كده خلصت فيديو النهارده او ريفيو النهارده، لو استفدتوا شجعوني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.